نرجعوا للتاريخ ديال التغطية الصحية في المغرب. اليوم تم الولوج المغاربة للتغطية الصحية مدة 2006، وأنا ذاك المرجعية ديال تعريف المرجعية ديال الأثمنة اللي كانت تفق عليها كانت ضعيفة، ولكن علما منا أن المصحات الخاصة خاصة تساهم في واحد مشروع اللي هو وطني كنا قبلناها، وكان وعود بأنها التعريفة هذه غادي تراجع 3 سنين من بعد، يعني في 2009 لم يتم مراجعة ديالها، وتم وعود واجتماعات واقتراحات اللي ما عمرها ما شافت اليوم. فاليوم الوضعية ديال التغطية الصحية ولات خطيرة جدا، كون أن كاين هناك نقص كمي وكيفي. نقص كيفي حيث أن فاش توضعت التغطية الصحية كانت واحد السلة العلاجات، يعني واحد مجموعة الأنواع العلاجات اللي كيتم التغطية ديالها، هاد السلة ولات اليوم ضعيفة، لأن كاين علاجات اللي مابقاش كتتخدم مابقاش كدار المرضى، وكاين علاجات أخرى جديدة اللي ما كايناش في سلة العلاجات واللي ما كنتمكنوش أننا نديروها للمرضى ديالنا باش يتعالجوا. ثانيا من ناحية الكم، اليوم كلفة العلاج غدا وكتزيد، العلاجات الجديدة اللي تزادت جديدة العلاج غدا وكتزيد، الآلات غدا وكتزيد، واليوم كنلقاو راسنا بأن ضروري أنها تكون المراجعة ديال الكلفة. نعطي المثال ديال إنعاش تتم التغطية ديالو ب 1500 درهم يوميا، والتقويم ديالو من طرف المركز الطبي الجامعي اللي هو ديال الدولة هو 4000 درهم. دونك لا يمكن اليوم أننا بالتغطية الصحية نديرو واحد الإنعاش اللي يمكن ينقذ واحد المريض اللي هو في الحالة حرجة. فلهذا الجمعية ديالنا قررت بأنها اليوم المغربي اللي عنده تغطية صحية سيخلص أكثر من 50% باش يولج للعلاج. هذه مابقاتش تغطية صحية، سمحوا لي، هذه ولات إنسان عادي. فلهذا بلاصت غادي نبداو نوقعوا لنا مشاكل مع المواطنين، فضلنا أننا نحبسوا تماما، نعطوا واحد الأمر باش نحبسوا التعامل بالتغطية الصحية. هذا قرار كان غيتخاد ابتداء من الآخر الشهر. البشرة اللي كاينة هي الأمس وقتصن بيضاء وزير الصحة ومدير الوكالة الوطنية ديال التغطية الصحية، وتم معاهدة ديالنا وعدونا بأن غادي تكون واحد تسريعة الوتيرة ديال التغيير ديال التعريفة اللي غادي تخرج في خلال واحد شهر ونص ولا شهرين، وحنا تحنا استجبنا معهم وغادي نقرروا في المكتب من بعد ندوة صحفية ان شاء الله. غادي نمشي على خد الاضراب، على خد المقاطعه ديال التعريفه المرجعيه، لان كاين جوج ديال الاضراب وكاين مقاطعه التعريفه، مقاطعه التغطيه الصحيه. مقاطعه التغطيه الصحيه غادي نوخروا هذه المقاطعه لاجل اخر، علما بان المرضى ديالنا غادي يقدروا يعيشوا واحد الظروف اللي هي قاسيه، خاصه المرضى اللي عندهم امراض مزمنه، واستجابة للوعود اللي عطاها السيد الوزير والسيد مدير الوكالة الوطنية للتغطية الصحية.